طيب، السلام عليكم يا شباب. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان، بما ان رمضان بكرة ان شاء الله، والحمد لله رجعنا ننشح تاني. بس للأسف حصل ان دي خامس مرة اشرح نفس المحاضرة، يعني دي المرة الخامسة. كل مرة يطلع فيه مشكلة في حاجة، مرة مشكلة المايك مش شغال، في دوشة، في ضوضاء، اللابتوب فيه مشكلة. فالحمد لله ايه، دي المرة الخامسة. فدي لو ما اتشرحتش انا مش هنزل محاضرة، مش هشرحها تاني، عشان انا خلقي ضيق وزهقت. تمام. طيب، المفروض ان احنا نشرح للاسف اربع محاضرات، وان شاء الله يعني يا رب اقدر اوشحهم يعني وما بقاش عيله. فالمهم ان احنا المفروض ان شاء الله نشرح اربع محاضرات. دي المحاضره الرابعه، يعني انا هبتدي من تحت لفوق. فدي المحاضره الرابعه، هي عباره عن تو بارتس. البارت الاولاني اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم، والتاني اللي هو الليمفاتيك سيستم. الليمفاتيك سيستم مش هيبقى صعب ان شاء الله، هيبقى سهل، بس هو الكارديو هو ده اللي فيه ايه، يعني فيه تفاصيل ممله شويه. فنبتدي بالكارديو فاسكولار سيستم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نبقى عارفينها كده هي البوزيشن بتاع الكارديو. هو الكارديو ده موجود فين في الجسم؟ فهنلاقي موجود في الكتاب ان الكارديو ده موجود فين، بيهايند ذا ستيرنم. طيب هي فين الاسترنم؟ هي دي، هي الثلاث اجزاء دول، هي دي الاسترنم. انا مش عارفه الماوس هيبقى ظاهر في الفيديو ولا لا، بس عامه هي دي الاسترنم، الثلاث اجزاء دول. فلو جينا مثلا ان احنا نشيلها بالمنظر ده ونشيل البالمون عشان ايه نشوف بشكل اوضح، اهي هنلاقي ان الكارديو فين، كان موجود وراها. علشان كده بيقول لي ان الكارديو بيهايند ستيرنم، ان هو موجود وراها. لو جيت شلت الستيرنم زي ما شلتها كده هتلاقي الكارديو ظاهر في وشك وموجود قدامك. طيب ايه كمان بيقول؟ ان هو الكارديو بيبتدي من الضلع الثاني للضلع السادس. لو جينا نركز ونشوف اهو، هنلاقي ان بدايه الكارديو، البدايه بتاعته ملامسه فين؟ ملامسه للضلع الثاني اللي هو الضلع ده كده. فادي الثاني، الثالث، الرابع، لا استني، ادي الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وادي السادس. هتقولي الله ده السادس بعيد، لا السادس مش بعيد ولا حاجه. هو الفكره ان البوز بتاع ده، البوز بتاع القلب من الحته دي بيبقى ملامس للضلع السادس او قريب من الضلع السادس. فهو بيمتد منين؟ بيمتد من الضلع السادس، من الضلع الثاني لحد الضلع السادس. يبقى انا دلوقتي لما اجي اسالك عن البوزيشن بتاع الهارت من بالنسبه للسكيليتال سيستم، هتقولي حاجتين. هو موجود بيهايند ذا ستيرنم، والمفروض ان احنا شفناها لما جيت شلت الاسترنم لقيته ظاهر قدامي. رقم اتنين، بيمتد من الضلع الثاني لحد الضلع الكام، لحد الضلع السادس. طيب ده كده بالنسبه للبوزيشن بتاع مين، بتاع الكارديو. بالنسبه بقى للبوزيشن بتاعه برده بالنسبه للميديان لاين. طيب هو كان ايه الميديان لاين ده؟ معلش هو ده المفروض نشرحه في الانترودكشن، بس اكيد احنا عارفينه. الميديان لاين ده اللي هو انا لو جيت مسكت الشخص ده وجيت شقيته نصين بالطول كده، يعني جيت مسكت سكينه ورحت مسكاه من نص راسه ورحت قسماه بالطول، قسمته نصين يمين وشمال. البوزيشن بتاع الهارت هلاقيه فين بقى؟ هلاقي تلت الهارت، التلت يعني ما اعرفش التلت يعني ايه بالانجلش، بس تلت الهارت هلاقيه يمين، تمام، والتلتين ناحيه الشمال. خلاص كده، يبقى تلت الهارت هلاقيه فين؟ زي ما انت شايف بالمنظر ده، هتلاقي ان التلت بتاع الهارت لو جينا عملناها لو جينا خلينا نرسمها احسن يبقى الشكل اوضح. تمام، بص لو جينا اهو، ادي الخط اللي انا هقسمه بالطول، تمام، ده الميديان لاين، ان انا هقسمه كده بالطول بالمنظر ده. خلاص كده قسمته بالطول. طيب بص كده هتلاقي ايه، هتلاقي ان التلتين الكارديو موجود في النص الشمال اهو، والتلت اهو ده كده، التلت ده موجود فين؟ في النص اليمين. هتقولي الله ثانية واحدة، هو مش ده المفروض ده الشمال وده اليمين؟ هقول لك ده بالنسبة لك انت، يعني انت وانت ماسك الفيديو دلوقتي وقاعد بتتفرج، بالنسبة لك ده الجزء الشمال وده الجزء اليمين. لكن حضرتك احنا هنا بنتكلم بالنسبة للوضع التشريحي. يعني ايه الوضع التشريحي؟ يعني القلب بالنسبة للشخص ده، الشخص اللي واقف قدامك ده، القلب ده بالنسبة له ايه؟ ده كده بالنسبة له ده الجزء اليمين، ده الدراع اليمين وده الدراع الشمال. وبالتالي تلت الهارت يمين والتلتين التانيين فين؟ في الشمال. تمام كده. يبقى البوزيشن بتاع الهارت فين؟ اول حاجه هو بيهايند ذا ستيرنم، بيمتد من سكندز تو سكس في الريب كيج، من الضلع الثاني للضلع السادس في القفص الصدري. وتلت الهارت بيبقى موجود في الرايت، والتلتين موجودين فين؟ في الليفت. خلاص كده، يبقى احنا كده المفروض خلصنا الايه، البوزيشن بتاع الهارت. طيب هنبتدي بقى نخش في الاستراكشر بتاع الهارت. بقى الهارت بقى من جوه شكله عامل ازاي والتركيب بتاعه عامل ازاي؟ تعالوا نرسمه كده ونشوف شكله عامل ازاي، نجرب كده ان احنا نرسمه. فنفترض ان الهارت بالمنظر ده هو عباره عن الدوريه دي. هو الهارت بقسمه لتو هافز، يعني نصين. يعني انا لو جيت مسكت الهارت كده وبصيت عليه هلاقي ان هو عباره عن نصين، نصين بالمنظر ده، نص يمين ونص شمال. يعني ما تجيش تقول لي ان النصين عاملين كده بالمنظر ده، لا ده غلط، النصين مش عاملين كده. تمام، لا هو النص، هي مراوح اللاب شغاله، معلش بقى
لا النصين بالايه بالطول، تمام كده. يبقى الهارت مقسوم ازاي؟ مقسوم نصين بالطول، تو هافز بالطول، تمام كده. واحد يمين تمام وواحد شمال. مين اليمين؟ ده اليمين، ده كده ده اليمين وده الشمال، لان احنا قلنا ان احنا بنتكلم بالنسبه لايه، بالنسبه للاناتوميكال بوزيشن او بالنسبه للوضع التشريحي. خلاص كده. يبقى دلوقتي الكارديو بيتقسم لايه؟ بيتقسم لتو هافز، والارقام مهمه، لكام هاف؟ لاتنين. طيب التو هافز دول بقسمهم كمان لاتنين بس بالعرض، فبقى عندي اربع حجرات. خلاص كده. بنسميها ايه؟ بنسميها فور تشامبرز. يبقى فور تشامبرز يعني اربع حجرات، ورقم أربعة ده هيتكرر معانا ثلاث مرات، مره في التشامبرز يبقى فور تشامبرز، ومره في الفولفز اللي هي الصمامات وهشرحها دلوقتي يبقى فور فولفز، ومره كمان في الفينز في البالمونري فينز هيبقوا فور بالمونري فينز، تمام كده. يبقى انا دلوقتي الهارت عامل ازاي؟ الهارت اول حاجه هو مقسوم نصين بالطول بالمنظر ده، نص يمين ونص شمال. بعد كده قسمت النصين دول بالعرض فبقوا اربع حجرات، ادي الحجره اليمين الاولى، ودي الحجره اليمين اللي تحت، ودي الحجره الشمال اللي فوق، ودي الحجره الشمال اللي تحت. خلاص كده. لو جينا بصينا على شكله بصوره ايه يعني افضل شويه، اهي ده كده بالمنظر ده. ده حاجه اسمها اتريوم وحاجه اسمها فينتريكل. طيب واحده واحده بقى، هو ايه الاتريوم وايه الفينتريكل؟ بص يا عم الحاج، هو الهارت ده اصلا وظيفته ايه؟ الهارت ده وظيفته ان هو بيجمع لي الدم وبعدها يضخه، تمام. اما بقى يضخه للجسم كله او يضخه للرئه، وهنفهم التفاصيل دي تمام. بس انا مش عايز اعرف بيضخه فين دلوقتي، انا عايز اعرف هو وظيفته ايه. حاجتين، بيجمع لي الدم وبعدها يضخه، تمام كده. المسؤول عن الكولكشن اوف بلاد او تجميعة الدم الاتريوم. يبقى الاتريوم ده وظيفته ايه؟ كولكشن اوف بلاد، بيجمع لي البلاد. طب الفنتركل بيضخ لي البلاد تاني. خلاص كده. طب انا عندي كام اتريوم؟ عندي 2 اتريوم. وعندي كام فنتركل؟ عندي 2 فنتركل. عندي النص ده، ده الرايت الرايت اتريوم، وده الرايت فنتركل، وده الليفت اتريوم، وده الليفت ايه الليفت فنتركل. خلاص كده. طيب جميل. يبقى انا دلوقتي قلت لك ان الليفت اتريوم او الاتريوم عامه بيعمل كولكشن للبلد وينزله للفنتركل، فيروح الفنتركل يضخه للجسم كله، صح كده، او يضخه عامه مش لازم للجسم كله بس يروح يضخه. يعني الاتريوم بيجمع الدم وينزله للفنتركل، والفنتركل يروح يضخه، تمام. طيب سؤال، هو الاتريوم هينزل الدم للفنتركل ازاي وانا عامله خط وانا فاصله الاثنين عن بعض؟ هقول لك، ما هو في حاجه زي التشانل كده او زي قناه، القناه دي موجوده هنا كده بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل وبين الرايت اتريوم والرايت فنتركل، قناه كده. القناه دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تنزل الدم من الاتريوم للفنتركل. ليه؟ علشان الفنتركل بعد كده هيضخ الدم. خلاص كده. يبقى انا عندي هنا تو شانلز، بس احنا بقى مش هنقول عليها شانلز، هنقول عليها فولف. كلمه الشانل دي غلط بس انا عشان ابسطها لك هنقول عليها فولف. فولف يعني ايه؟ يعني الصمام. يبقى دلوقتي في صمامات موجوده، دلوقتي كده في صمامات موجوده بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل، وصمام موجود بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل، تمام كده. يبقى انا عندي لحد دلوقتي تو فولفز. طيب كويس قوي. نخش في معلومه ثانيه دلوقتي، ايه الفرق بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل، وايه الفرق بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل؟ احنا قلنا ان الفنتركل ده وظيفته ايه؟ ان هو بيضخ الدم للجسم كله، والاتريوم بيجمع لي الدم وينزله للفنتركل. طيب الليفت فنتركل بيضخ لي الدم للجسم كله، اما الرايت فنتركل اللي هو ده بيضخ لي الدم للبلمونري او للبلمون او الرئه، تمام كده. طيب فكر معايا بالله عليك كده، انا بقول لك دلوقتي ان الفنتركل الليفت فنتركل هو ده، الليفت فنتركل ده بيضخ الدم للجسم كله. طيب هو الجسم محتاج الدم يبقى اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ يعني الدم اللي هيجي للجسم، اللي هيجي للاورجانز، اللي هيجي للتيشوز، اللي هيجي للسيلز، محتاج ان هو يبقى فيه اوكسجين ولا لا؟ اكيد هبقى محتاج ان هو فيه اكسجين، امال الخلايا دي هتتنفس ازاي؟ اكيد محتاج ان هو يبقى فيه اكسجين. وبالتالي الليفت فنتركل هيضخ البلد للجسم كله، وبالتالي البلد ده هيكون اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ لا هيبقى اوكسجينيتد. خلاص كده. يبقى الدم او البلد اللي الليفت فنتركل بيضخه للجسم كله نوعه ايه؟ اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ لا اوكسجينيتد بلد. خلاص كده. انا هتخانق مع الجهاز ده، تمام. طيب وانا لسه قايله لك من شويه ان الليفت اتريوم
بينزل البلد للليفت فنتريكل، وبعد كده الليفت فنتريكل هو اللي بيضخه للجسم كله. يبقى الدم اللي كان بيحمله الليفت اتريوم دم مؤكسج ولا غير مؤكسج؟ دم مؤكسج. يبقى بالتالي الليفت اتريوم شايل دم مؤكسج او اوكسجينيتد بلد، بعد كده هينزله للليفت فنتريكل عن طريق الفالف اللي موجود هنا، وهقول لك اسمه دلوقتي. عن طريق الفالف اللي موجود هنا هينزله للليفت فنتريكل، وبعد كده الليفت فنتريكل هيضخه للجسم كله. طيب سؤال، هو الفالف اللي هنا اسمه ايه؟ هقول لك اسمه سهل جدا، انت هتقدر تستنتجه من اسم الاثنين اللي فوق دول. هو رقم واحد، هو ده الجزء ده رايت ولا ليفت؟ لا ده ليفت، صح كده؟ يبقى هنسميه ليفت في البدايه كده. يبقى الفالف اللي موجود هنا اول كلمه هنقول عليه ليفت، ليفت اتريو فنتريكولر فالف، اسمه سهل جدا، ليفت اتريو فنتريكولر فالف. ليه اسم تاني مهم جدا اللي هو ايه؟ اللي هو ميترال فالف. الميترال فالف ده اللي هو الايه؟ اللي هو الصمام الميترالي، اكيد سمعنا عنه. يبقى الفالف اللي موجود هنا اللي وظيفته بينقل الاكسجينيتد بلاد من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل اسمه ايه؟ اسمه ليفت اتريو فنتريكولار فالف او ميترال فالف. طيب ممتاز، يبقى الجزء ده كله، الجزء الشمال ده كله اللي هو الليفت اتريوم والليفت فنتريكل شايل اوكسجينيتد بلاد ولا دي اوكسجينيتد بلاد؟ لا شايل اوكسجينيتد بلاد، خلاص كده. طيب احنا في لما نيجي نرسم دايجرام للدم والحاجات دي، بنرسم الدم اللي فيه اكسجين بنرسمه باللون الاحمر، ولما بنيجي نرسم حاجه ما فيهاش اكسجين بنرسمها باللون الازرق. يعني لو الدم ده فيه اكسجين برسمه بالاحمر، ما فيهوش اكسجين برسمه بالازرق، تمام كده؟ ده لما باجي ارسم دايجرام للهارت كده، علشان كده هتلاقي في الصور الجزء ده متلون بالاحمر بالمنظر ده، اهو بالمنظر ده كده، هتلاقي الجزء ده كده كله اهو ملونه لك بالاحمر، والجزء الاسود ده الصندوق الاسود ده او المربع الاسود ده هو ده الفالف، ده الميترال فالف، او اللي اسمه ايه برضو، اسمه ليفت اتريو فنتريكولار فالف، تمام كده؟ الحته دي المفروض ان الجزء ده اتفهم. طيب نخش بقى على الناحيه الشمال، تمام كده؟ دلوقتي او خلينا ثانيه في حاجه عايز اقولها في الناحيه اليمين. انا دلوقتي قلت لك ان الليفت اتريوم بيعمل كولكشن للاكسجينيتد بلاد، بعدها ينزله للليفت فنتريكل عن طريق الميترال فالف، بعد كده الليفت فنتريكل بيضخ البلد ده اللي هو الاكسجينيتد بلد للجسم كله. قلنا هو ليه اكسجينيتد؟ لان انا ببعته للجسم كله، فبالتالي لازم ابعت اكسجين. طيب سؤال معلش بقى، دلوقتي لو انا عندي موتور، الموتور ده عايز يضخ ميه العماره كامله، انا في الاول بستعمل ماسوره كبيره اساسيه بضخ فيها الميه، وبعد كده الماسوره دي بعمل منها تفرعات بحيث ان كل تفرع يدخل في كل شقه. هي نفس الفكره بالظبط، هو الليفت فنتريكل هيوصل الاكسجينيتد بلد للجسم كله عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها ارتري. ارتري يعني ايه؟ يعني شريان. بصي هو انا سمعت الاسم ده قبل كده، سمعت حاجه اسمها ارتري وحاجه اسمها فين اللي هي الشريان والوريد. هو ايه الفرق بينهم؟ الارتري ده عباره عن فيزل او عباره عن وعاء دموي بياخد البلد من الهارت تو بريفري. بريفري يعني ايه؟ يعني لكل الجسم كله، للاطراف بتاعه الجسم كلها او للجسم كله. ودي اهم صفه في الارتري، ان هو بياخد البلد من الهارت يوديه للجسم كله، خلاص كده. طب انا دلوقتي عايز اخد الاكسجينيتد بلد من الليفت فنتريكل واوديه للجسم كله، يبقى هستعمل ارتري ولا فين؟ لا هستعمل ارتري. طب الفينز، الفينز العكس، تمام كده؟ الفينز العكس، الفينز بتاخد البلد من البريفري كله او من الجسم كله وتوديها للايه؟ للهارت. يبقى هو ده الفرق بين بين الارتري والفين. والارتري غالبا يعني هو الارتري عامه بيشيل اوكسجينيتد بلاد ما عدا البلمونري ارتري، ودي هقول لك عليها دلوقتي. بس اهم حاجه عايزين نعرفها دلوقتي ان الارتري بيعمل ايه؟ بيشيل الدم من الهارت يوديه للجسم كله، خلاص كده الحته دي. طيب يبقى انا لما عايزه اوصل الليفت فنتريكل، البلد اللي موجود في الليفت فنتريكل عايزه اوصله دلوقتي للجسم كله، هوصله عن طريق ارتري ولا فين؟ لا عن طريق ارتري. طيب مش انا قلت لك ان انا بيبقى عندي ماسوره اساسيه كبيره، الماسوره الاساسيه الكبيره دي بتتفرع بعد كده لمواسير صغيره، تمام؟ مين بقى الماسوره الاساسيه اللي انا هستخدمها هنا؟ حاجه اسمها اورتيك ارتري، يعني الشريان الاورطه، هو ده الماسوره الكبيره او هو ده اكبر شريان موجود في الجسم كله اللي هياخد الدم الاكسجينيتد بلد من الليفت فنتريكل، وبعد كده هيتفرع الاورتيك ده، هيبتدي ان هو يتفرع لشرايين صغيره، كل شريان هيروح للاورجن اللي هو عايزه ويوصل الدم بتاعه، خلاص كده. يبقى دلوقتي الليفت فنتريكل هيضخ الاكسجينيتد بلد عن طريق ارتري ولا فين؟ لا ده عن طريق ارتري، تمام كده.
طيب عن طريق ارتري. ايه الارتري؟ ايه الماسوره الكبيره؟ هي الاورتيك ارتري. خلاص كده بعد كده الاورتيك ارتري ده هيتفرع لشرايين صغيره كده، كل شريان هيروح للايه للاورجن اللي هو عايزه. لو جينا مثلا نشوف لها صوره، اهي بالمنظر ده كده، ده الاورطه، هو ده الشريان الاورطه اللي هو التخين ده، الجزء التخين ادي الهارت. بص الكارديو تحت كده عشان الماوس مش بيبقى ظاهر، الكارديو هو تحت اهو، في كده حته تخينه كده لونها احمر، هو ده الاورطه. بص بقى بعد كده هتلاقي الاورطه عمل ايه، تفرع لشرايين كده ايه اصغر وهكذا. يبقى الماسوره الكبيره بتاعتنا هي الايه، هي الاورتك، الاورتك ارتري، هو ده اللي بيشيل الاكسجينيتد بلاد ويوزعه للجسم كله. طيب جميل ماشي، يبقى احنا كده اتكلمنا وفهمنا دلوقتي ازاي الفنتريكل بيوزع البلد. بس في سؤال كده في دماغي، تمام كده، او ممكن ما يكونش جه في دماغك بس قشطه يعني، هو مش انا دلوقتي بضخ الدم من الليفت فنتريكل للاورطه؟ يعني احنا لو جينا شفنا شكل الاورطه هتلاقيه ان هو فوق الايه، فوق الكارديو، مش هو كده عكس الجاذبيه؟ طب مش انا ممكن لو انا بضخ الدم ده يتدلق تاني، يرجع تاني يقع في الكارديو، لان انا بضخ الدم لفوق، فانا عايزه اضخ لفوق وما رجعهوش، هحط فالف برضو، هسميه ايه؟ هسميها اورتيك فالف. اورتيك فالف يعني ايه؟ يعني الصمام الاورطي. الصمام ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا لما اجي اضخ البلد لفوق للشريان الاورطه اقفل الفالف ده على طول، او اقفل الصمام ده على طول، فالدم ما يرجعش تاني، ما يرجعش تاني للكارديو. تمام كده. لو جينا نشوف له صوره برضو اهي، لو جينا مثلا نشوف هتلاقي هنا عندك كلمه اورطه، الاورطه دي، وهتلاقي بص في فالف كده، في فالف بين الاورطه وبين الليفت فنتريكل، وهتلاقي في فالف بين الليفت اتريوم وبين الليفت فنتريكل. وظيفتهم ايه؟ الليفت اتريوم دلوقتي تجمع البلد، عايز ينزله للليفت فنتريكل، الصمام هيتفتح، اول ما الدم ينزل الصمام يرجع يتقفل تاني. خلاص كده. بعد كده الليفت فنتريكل هيعمل بامب او هيضخ البلد ده للاورطه، فبالتالي هفتح الاورتيك فالف ده، الاورطه ياخد الدم كله، وبعد كده اقفل الاورتيك فالف تاني علشان الايه، الدم ما يرجعش تاني للليفت فنتريكل. يبقى انا كده اتكلمت عن كل تفاصيل الجزء الشمال او اللي هو الليفت اتريوم مع الليفت فنتريكل. يبقى تاني نعيد تاني من الاول، هو الليفت اتريوم ده وظيفته ايه؟ بيعمل لي كولكشن للبلد، لان هي دي اصلا وظيفه اي اتريوم. طب انا دلوقتي بكلمك عن الليفت اتريوم، يبقى نوع البلد اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ لا اوكسجينيتد بلد. بعد كده هياخد الاوكسجينيتد بلد ده هينزله للليفت فنتريكل، هينزله للليفت فنتريكل عن طريق ايه؟ عن طريق فالف اسمه ايه؟ اسمه ميترال فالف او ليفت اتريو فنتريكولار فالف. تمام كده. بعد ما ينزل الاكسجينيتد بلاد ده للليفت فنتريكل، هيبتدي الليفت فنتريكل يعمل بامب او يضخ البلاد كله للاورتيك ايه، للاورتيك ارتري او للشريان الاورطه. خلاص كده. عن طريق برضو فالف تاني اسمه ايه؟ اسمه اورتيك فالف. الاورتيك فالف ده هيتفتح، هياخد الدم، بعدها يرجع يتقفل تاني علشان الدم ما يتدلقش تاني على الايه، على الفنتريكول مره كمان. خلاص كده. طيب بعد كده الاورطه هيوزع الدم بتاعه للجسم كله. تمام كده. طيب انا قلت لك من شويه ان وظيفه الارتري ايه، اي شريان عامه بياخد البلد من الهارت يوزعه للبريفري، وقلنا ان اغلب الشرايين بتحمل ايه، بتحمل اوكسجينيتد بلد، هو كلها للامانه يعني، هي كل الشرايين كلها ما عدا شريان واحد بس اللي هو البلمونري ارتري او الشريان اللي بيوصل للرئه، وده هشرحه ما تقلقوش، هشرحه دلوقتي. بس هي الفكره كلها ان كل الشرايين بلا استثناء او باستثناء واحد يعني، كل الشرايين بتشيل اوكسجينيتد بلد ما عدا بس الايه، البلمونري ارتري. طيب علشان كده الجزء الشمال ده اللي هو الليفت اتريوم والليفت فنتريكل ساعات بيسموه ايه، بيسموه ارتريوسايد، يعني الجزء الشرياني. هو ليه بيسموه الجزء الشرياني؟ علشان الشرايين بتشيل اوكسجينيتد بلد، فبالتالي الجزء ده اصلا شايل اوكسجينيتد بلد، علشان كده ساعات بيسموه ايه، بيسموه ارتريوسايد اللي هو الجزء الشرياني يعني. تمام كده. كده يبقى احنا خلصنا كلام دلوقتي عن الجزء اليمين. انا بقى عايز اخش دلوقتي على الجزء الايه، او خلصنا الجزء الشمال اللي هو الليفت اتريوم مع الليفت فنتريكل، عايزين بقى نخش على الجزء اليمين اللي هو الرايت اتريوم مع الرايت فنتريكل. طيب بص يا عم حاج، دلوقتي الشريان الاورطه كتر الف خيره وزع لي الدم كله للجسم، لكل الاورجنز وكل التيشوز وكل السيلز، وخلاص السيلز خدت البلد وخدت الاكسجين اللي كان موجود في البلد وطلعت مكانه كربون داي اوكسيد. يبقى دلوقتي البلد اللي معايا ده فيه اكسجين ولا ما فيهوش؟ لا ما فيهوش اكسجين، ده انا خدت الاكسجين كله استعملته وطلعت لك دلوقتي كربون داي اوكسيد. يعني الدم ده اكسجينيتد ولا دي اكسجينيتد؟ لا الدم ده دي اكسجينيتد.
خلاص كده. طيب هو معلش يعني، هو انا الدم ده مش هو بيفضل موجود في جسمي؟ هو انا بفقد الدم؟ انا ما بفقدش الدم. اه ممكن يحصل نزف والحاجات دي ماشي، بس كميه الدم ثابته في جسمي، فبالتالي الدم الدي اكسجينات ده انا مش هرميه ولا هولع فيه، لا يا روحي ده انا محتاجاه برضو، فلازم اخليه تاني ايه، اخليه اكسجينات. ما هو مفيش حل غير كده، ما هو اصل احنا الدم ده مش عباره عن ميه بشربها وبروح ادخل الحمام وارجع اشرب وادخل الحمام، لا الدم ده موجود في جسمي طول عمري، فبالتالي طالما هو اتحول لدي اكسجينيتد انا محتاجه ارجع اخليه تاني اكسجينيتد علشان السيلز ترجع تستفيد منه تاني. طب معلش بقى ايه ده بقى، طب انا هخليه دي اكسجينيتد ازاي؟ بمنتهى البساطه هجمعه مره كمان وهوديه للرئه، هروح يا رئه يا بلمون لو سمحتي انا عندي شويه دم كده، الدم ده دي اكسجينيتد غير مؤكسج، لو سمحتي انا عايزاكي تعملي جاز اكستشينج، يعني عايزاكي تبدلي لي الغازات، تطردي لي الكربون داي اكسيد ده وتدخلي لي الاكسجين اللي جوه، تمام كده بس خلاص. بعد كده هتاخد البالمون دي الدم ده ترجعه تاني للهارت والهارت يضخ، هي دي الفكره بمنتهى البساطه. مين بقى البارت اللي مسؤول عن ضخ الدم الغير مؤكسج للرئه؟ هو الرايت سايد اللي هو الجزء ده، الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، الجزء ده هو اللي مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن تجميع الدم الغير مؤكسج، خلاص كده، ان هو يجمعه ويدخله للرايت اتريوم، بعد كده ينزله للرايت فنتريكل، فالرايت فنتريكل ينقبض، لان احنا قلنا ان الفنتريكل هو اللي مسؤول عن الانقباض، ينقبض فيضخ الدم للبلمون فيحصل او للرئه فيحصل جاز اكستشينج. ده كده بمنتهى البساطه. طيب نبتدي بقى نشرح، انا كده قلت لك الصوره الكبيره، نبتدي بقى نشرحها تيتا تيتا. رقم واحد، مش انا قلت لك دي اكسجينيتد بلاد، ولسه قايله لك ان انا لما باجي برسم او اعمل دايجرام للهارت برسمه باللون الازرق، الدي اكسجينيتد بلاد بعمله باللون ايه؟ باللون الازرق، علشان كده هتلاقينا انا رسمه لك بقى في الجزء اللي هو اليمين ده عامله لك باللون الازرق، الجزء الشمال ده عملته لك بالاحمر لان هو كان اكسجينيتد، الجزء اليمين عملته لك بالازرق لان هو كان ايه؟ كان دي اكسجينيتد. طيب جميل، انا بقى برضو دلوقتي مش فاهمه ازاي هجمع الدم ادي اكسجينيتد وادخله للهارت. بص يا عم حاج، هوريك صوره الاول عشان تفهم الموضوع، بس يا رب اكون جبتها اصلا وما نسيتهاش. طيب الشكل كده نسيت اجيبها. طيب ما علينا، يعني هحاول ان انا اظبطها لكم برضو، نستغل الصوره دي كده ونحاول ان احنا نجيبها. بص يا عم حاج، دلوقتي انا عندي حاجه اسمها برين، برين يعني ايه؟ يعني مخ، عندي برين وعندي ابر لم، ابر لم يعني ايه؟ يعني اللي هو الابر لم، يعني مش عارفه اشرح، بس اللي هو الجزء العلوي، الجزء العلوي، وعندي اللي هو اللم اللي هو الجزء الايه؟ الجزء السفلي. فانا دلوقتي عايزه اجمع الدم من تحت واجمع الدم من فوق، ما هو البرين ده حضرتك عباره عن سيلز، فبالتالي هو خد الاكسجين وحط لي كربون داي اوكسيد، فانا عايزه ارجع اخد الدم تاني من البرين اللي هو الغير مؤكسج ده وارجع اخده اعمل له اكسده وبعدها ايه؟ ارجعه تاني، صح كده؟ طيب انا بقى هجمع الدم اللي من فوق والدم اللي من تحت دول عن طريق ارتري ولا فين؟ انا بقول لك دلوقتي ان انا بجمع الدم من الجسم كله وهرجعه للهارت، يبقى ارتري ولا فين؟ لا فين، وظيفه الفينز ايه؟ ان هي بتجمع الدم من الجسم كله وتدخله للهارت. جميل. طب انا دلوقتي عايزه اجمع الدم من تحت من اللور لم واجمعه من فوق من الابر لم، فهيبقى عندي وريدين، وريدين اتنين، وريد اسمه انفيريور اللي هو اللي تحت ده كده، ده الوريد ده اسمه انفيريور فينا كيفا، وهوريكم في السلايدز اسمه دلوقتي، اسمه انفيريور فينا كيفا، وجزء فوق كده وريد فوق اسمه ايه؟ اسمه سوبيريور فينا كيفا. يبقى انا دلوقتي عندي وريدين، وريد اسمه سوبيريور فينا كيفا ووريد تاني اسمه انفيريور فينا كيفا، وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم ان هم بيعملوا كولكشن للبلاد كله من تحت عن طريق الانفيريور فينا كيفا ومن فوق عن طريق السوبيريور فينا كيفا، وبعد كده يدخله لي فين؟ للرايت اتريوم، لان احنا قلنا ان الاتريوم وظيفته الكولكشن، بيجمع لي البلاد، خلاص كده الحته دي. طيب نرجع تاني للرسمه، يبقى انا دلوقتي قلت لك دلوقتي ان الرايت اتريوم هيعمل ايه؟ هياخد الدي اوكسجينيتد بلاد من الجسم كله، هياخده عن طريق ايه؟ عن طريق وريدين، تو فينز، مين هم؟ سوبيريور فينا كيفا وانفيريور فينا كيفا، هيجمعوا لي الدي اوكسجينيتد بلاد كله ويدخله لي فين؟ للرايت اتريوم. طيب ها وبعدين برضو ايه اللي هيحصل؟ والله حضرتك الرايت اتريوم ده هينزل الدي اوكسجينيتد بلاد للرايت فنتريكل عن طريق فالف او صمام، الصمام ده اسمه ايه بقى؟ نفس الفكره، رايت
اتريو فينتريكولار فالف رايت اتريو فينتريكولار فالف رايت اتريو فينتريكولار فالف يعني اللي عملها لك اغنيه وليه اسم تاني والاسم ده هحط تحتيه 9 مليون خط لان الدكتور نبهت عليه جدا اسمه ايه اسمه تراي كاسبيد فالف تراي كاسبيد فالف اللي يعني ايه مش فاكره مش فاكره كان تقريبا معناه ان هو هو تقريبا كان متقسم لثلاث اقسام او حاجه زي كده مش فاكره بس هو عامه اسمه كده اسمه تراي كاسبيد فالف لو افتكرت معناها هبقى اكتبها لكم وانا ببعت لكم الفيديو تمام كده يبقى انا دلوقتي عندي الفالف اللي كان موجود بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل كان اسمه ايه اسمه ميترال فالف او ايه ليفت اتريو فينتريكولار فالف طيب اللي في اليمين بقى اسمه ايه اسمه تراي كاسبيد فالف او اسمه ايه رايت اتريو فينتريكولار فالف طب الفالفز الاثنين دول وظيفتهم ايه ان هم هينقلوا الدم من الاتريوم للفينتريكولار للفينتريكل خلاص كده فالدي اوكسجينيتد بلاد اللي موجود في الرايت اتريوم هينزل للرايت فينتريكل عن طريق الفالف اللي هو اسمه ايه اللي اسمه تراي كاسبيد فالف او رايت اتريو فينتريكولار فالف تمام كده طيب والفنتريكل ده معلش اصل بنسى وكان وظيفته ايه يا دي النيل عليا وعلى سنيني ما قلنا كان بيضخ الدم يا جدع الله كده طيب هيضخ الدم فين تبقى جاموسه لو قلت ان هو هيضخ الدم للجسم كله معلش يعني هو مش لعب عيالي ما هو اصلا مش هاجي الم الدم من الجسم وارجعه له تاني زي ما هو طب ايه الهبل ده لا حضرتك انا ده دي اوكسجينيتد بلاد يعني دم غير مؤكسج وانا عايزه اخليه مؤكسج هعمل له الجاز اكستشينج دي فين هعملها له في الرئه مش كده ولا ايه هعملها له في الرئه فانا محتاجه اضخ الرايت فينتريكل ده الدم الدي اوكسجينيتد اللي موجود في الرايت فينتريكل ده محتاجه اضخه فين محتاجه ان انا اضخه للبلمون او للرئه بالمنظر ده كده اهي بس كده لو جينا بصينا بالمنظر ده هتلاقي ان انا عندي البلمون اهي اللي هي الرئه اهي فوق انا دلوقتي الرايت فينتريكل ده عايزه اضخ الدم اللي موجود فيه الدي اوكسجينيتد اوصله للرئه هوصله ازاي دي بقى الصدمه واللي عايزين نركز فيها هو الدم ده اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد ده دي اوكسجينيتد هضخه للرئه عن طريق بالمونري ارتري ستوب هو ليه ارتري مش فين مش احنا قلنا ان الفينز بتشيل دي اوكسجينيتد بلاد وانا دلوقتي هضخ دي اوكسجينيتد بلاد يبقى المفروض دلوقتي ان انا استعمل الفين مش ارتري هقول لك لا لا لان انا قلت لك ان الارتري وظيفته ان هو يجمع لي الدم من الهارت يوصله للجسم كله طب انا دلوقتي عايزه اضخ دم من الهارت واوصله للرئه هي مش الرئه دي جسم جزء من الجسم فبالتالي انا عايزه اوصل لها فبالتالي هستعمل ارتري مش هستعمل فين وهو ده الاستثناء اللي انا قلت لك عليه انا قلت لك دلوقتي ان كل الارتري بتشيل اوكسجينيتد بلاد ما عدا ارتري واحد بس اللي هو البلمونري ارتري هو ده الارتري اللي بيشيل دي اوكسجينيتد بلاد خلاص كده يبقى انا دلوقتي هوصل الدي اوكسجينيتد بلاد من الرايت فينتريكل لحد البلمون عن طريق ايه عن طريق بلمونري ارتري تمام كده طيب هيحصل بعد كده جاز اكستشينج في البلمون والاكسجين يعني هدخل الاكسجين في البلاد واشيل الكربون داي اوكسايد وبالتالي انا عايزه ارجع الاكسجينيتد بلاد ده ابتدي ان انا ارجعه للجسم تاني او ارجعه تاني للهارت عشان الهارت يضخه للجسم كله هرجعه عن طريق ايه هرجعه عن طريق فور بلمونري ها ارتري ولا فين انا دلوقتي باخد الدم من عضو وعايزه اوصله تاني للهارت يبقى ارتري ولا فين هيبقى فين يبقى هرجعه تاني بفور بالمونري فينز اتنين من الرئه دي واتنين من الرئه دي هيرجعه تاني للليفت اتريوم بالمنظر ده كده خلاص وبعد كده يتضخ تاني للليفت فينتريكل وبعد كده يتضخ للجسم كله لا معلش بقى انا تحت وحاسه ان انا مش فاهمه اي حاجه ونعيد تاني من الاول يلا يا عم نعيد انا لسه ضربه كشري وعامله دماغ فمستقنيه صح خالص نعيد تاني ما عنديش مشكله خالص دلوقتي الليفت اتريوم شايل اوكسجينيتد بلاد الاوكسجينيتد بلاد الليفت اتريوم انا بتكلم هنا اهو الليفت اتريوم ده بيشتغل فيه شايل ايه شايل اوكسجينيتد بلاد خلاص كده جايبه منين جايبه من البلمون او جايبه من الرئه بعد كده هيوصله هيوصله للفنتريكل بالمنظر ده عن طريق ايه عن طريق ميترال فالف بعد كده الليفت فنتريكل ده هيضخه للجسم كله عن طريق ايه عن طريق اورتك هو ده المربع الاحمر ده عن طريق اورتك ارتري من خلال ايه من خلال اورتك فالف في فالف موجود كده بين الاورطه علشان لما اجي اضخ الدم ما يقعش تاني في الليفت فنتريكل فلا اروح قافله على طول الفالف ووريتكم صورته خلاص كده بعد كده الاورطه ده هيتفرع لشرايين كده صغننه ويبتدي ان هو يوزع الدم للجسم كله جميل طيب دلوقتي الجسم كله استفاد من الدم استفاد من الاكسجين اللي موجود في الدم خلاص كده وتحول لدي اوكسجينيتد بلاد انا عايزه اجمعه علشان ارجع تاني اوديه للرئه علشان تخليهولي اوكسجينيتد وابتدي ارجع اوزعه تاني فهعمل ايه
والله حضرتك انا هجمع الدم اللي من تحت والدم اللي من فوق، فمحتاجة تو فينز، فين اسمه سوبيريور فينا كيفا واسمه ايه ده، وفين تاني اسمه انفيريور فينا كيفا. خلاص كده الانفيريور هو ده اللي هياخد البلد اللي جاي من اللور لم، طيب السوبيريور ده اللي هياخد من الابر لم، وهيدخله لي فين؟ انا بعمل كولكشن دلوقتي للبلد اللي تحت واللي فوق، يبقى الكولكشن ده هيبقى فين؟ في الرايت اتريوم. بعد كده الرايت اتريوم ده هينزل الدي اوكسجينيتد بلد للرايت فنتريكل عن طريق ايه؟ عن طريق فالف موجوده هنا اسمه تراي كاسبيد فالف او رايت اتريو فنتريكورال فالف. خلاص كده بعد كده الرايت فنتريكل دلوقتي شايل مين؟ شايل دي اوكسجينيتد بلد، هيعمل ايه؟ هيضخ البلد ده للرئه عن طريق ارتري ولا فين؟ والله حضرتك انا بضخ الدم دلوقتي من الهارت وبوديه للجسم، يبقى ارتري ولا فين؟ ارتري. وقلنا ده الاكسبشن الوحيد ان اللي يكون فيها الارتري شايل فيها دي اوكسجينيتد بلد. خلاص كده يبقى دلوقتي البالمونري ارتري ده شايل ايه؟ شايل دي اوكسجينيتد بلد. منين؟ من الرايت فنتريكل. هيعمل ايه؟ هيوديه للرئه، يحصل جاز اكستشينج، وبعد كده هرجع الدم ده تاني، الدم اللي هو خلاص بقى اوكسجينيتد دلوقتي عايز ارجعه تاني للليفت اتريوم، عشان بعد كده الليفت اتريوم ياخده وينزله للفنتريكل وبعد كده يضخه. نفس الفكره، هرجعه ازاي؟ هرجعه عن طريق فور بالمونري فينز او اربع اورده، وردين من الرئه دي وردين من الرئه دي، الاربعه دول هيوصلوا للليفت اتريوم ويدوها الاوكسجينيتد ايه؟ الاوكسجينيتد بلاد. خلاص كده يبقى احنا كده المفروض فهمنا، وانا هرجع اقراها لكم تاني من السلايدز. المفروض دلوقتي ان احنا فهمنا الدوره بتاعه توزيع الدم دي بتبقى عامله ازاي. طيب بصوا بقى، بما ان الدكتور ما نزلتش سلايدات، فانا كنت عملت لكم سلايدات حتى بعتها لكم على التليجرام وكده، السلايدات دي عملتها لكم بحيث تقروها بس كده بسرعه، وهي دي اللي هنشتغل منها. تمام كده؟ طيب احنا الجزء ده مش محتاج ان هو شرح، بس خلينا هنا نشوف الصوره دي. بصوا كده الصوره دي بالمنظر ده، احنا عندنا دلوقتي مش عارفه احدد الالم. طيب عامه يعني يا رب يكون ظاهر، بس هو عامه هو عندنا هو رايت اتريوم ورايت فنتريكل، رايت اتريوم ورايت فنتريكل، وعندنا هنا ليفت اتريوم. يا ابني بس بقى ما تخلينيش اتغاب عليك، وهنا ليفت اتريوم وليفت فنتريكل. تمام كده يا ابني بقى. المهم عندنا هنا رايت اتريوم ورايت فنتريكل، وهنا عندنا ليفت اتريوم وليفت فنتريكل. الليفت اتريوم هينزل هينزل الاكسجينيتد بلاد لمين؟ للليفت فنتريكل. بعد كده الليفت فنتريكل ده هيضخ الدم اهو بالدوريه الاسطوانه الحمراء اللي انا عاملاها دي الاورتيك ايه؟ الاورتيك ارتري، هياخد الاكسجينيتد بلاد يوزعه للجسم كله عن طريق فالف. الفالف ده اسمه اورتيك فالف، وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا لما اجي اضخ الدم للاورطه اقفله على طول عشان الدم ما يرجعش تاني للليفت فنتريكل، واضخه للجسم كله. بعد كده الجسم كله هيستفيد من الاكسجين وعايز ارجعه تاني، هرجعه عن طريق ايه؟ عن طريق تو فينز اللي هما بالازرق دول، واحد اسمه سوبيريور فينا كيفا وظيفته ان هو هيجمع لي الدم من الابر لم، والتاني اسمه ايه؟ انفيريور فينا كيفا هيجمع لي الدم من اللور لم، وهيدخلوني فيه هيدخلوني في الرايت اتريوم. بعد كده الرايت اتريوم هينزل لي الدم للرايت فنتريكل عن طريق فالف اسمه ايه؟ اسمه تراي كاسبيد فالف. خلاص كده هينزله للرايت فنتريكل. بعد كده الرايت فنتريكل ده شايفين الخط الاسود اللي انا رسماه ده؟ هو ده البلمونري ارتري، هتلاقيني كاتبه عليه حتى بلمونري ارتري. الرايت فنتريكل ده هيضخ الدم الدي اوكسجينيتد للبلمون عن طريق ايه؟ ارتري اسمه ايه؟ اسمه بلمونري ارتري. وقلنا اهم كلمه في الحته دي ان البلمونري ارتري شايل اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ لا، شايل دي اوكسجينيتد بلد، وهيوصله بعد كده للبلمون. خلاص حصل جاز اكستشينج، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ البلمون دي عايزه ترجع لي دلوقتي البلد تاني، ترجعه لي للليفت اتريوم، وهتلاقيني رسمه الفينز المره دي رسمهم باللون الاحمر. رسمهم باللون الاحمر ليه؟ علشان هنا في اوكسجينيتد بلد، فهتنزل لي الاوكسجينيتد بلد تاني للليفت اتريوم عن طريق ايه؟ فور بالمونري فينز، يعني اربع اورده ايه؟ رئويه. خلاص كده الحته دي. طيب بعد كده هنا عامله لكم زي سكيما كده صغننه، ان رقم اربعه ده هتلاقيه مكتوب على ايه؟ على التشامبرز. التشامبرز اللي هو عدد الغرف. احنا قلنا عندنا كام غرفه في الهارت؟ عندنا اربع غرف، رايت اتريوم رايت فنتريكل ليفت اتريوم ليفت فنتريكل، واربعه بالمونري فينز عدد الفينز اللي هتوصل من البالمون للليفت اتريوم، واربعه فالفز. اربعه فالفز دول كانوا ايه؟ معلش كده، الفالف الاولاني كان ميترال فالف، الفالف الثاني كان تراي كاسبيد فالف، الفالف الثالث كان اورتيك فالف، وفي فالف ثاني انا نسيت اقوله اللي هو الفالف اللي كان موجود في البالمونري ارتري. خلاص كده، عشان انا بضخ الدم من الرايت فنتريكل للبالمون، فالبالمون فوق، البالمون موجود فين؟ البالمون موجود فوق الرئه.
قصدي ايه اللي انا بقول ده، البلمون موجود فوق الزفت التين الهارد خلاص كده، فبالتالي انا محتاجه فالف عشان برضو الدم ما يرجعش يقع تاني. معلش انا دي نسيتها، هما فور فالفز دلوقتي، فالف في الاورطه، فالفين بين التو تشامبرز، والفالف الثالث اللي هو فين عند البلمون، البلمونري ارتري. طيب بعد كده قلنا ان الرايت سايد اوف هارت اسمه ايه، بيشيل ايه الاول، بيشيل الدي اوكسجينيتد بلود الرايت سايد اللي هو الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، فبنسميها فينوس سايد. زي ما قلت لك في الليفت سايد بتاع الهارت كان شايل الاوكسجينيتد بلود فبسميه اتريال سايد، يبقى الليفت سايد عشان شايل اوكسجينيتد بلود فبسميه اتريال سايد، لان كل الايت اللي كل الارتري شايله اوكسجينيتد بلود ما عدا بس البلمونري ارتري فبسميها ارتريال سايد، والجزء الشمال بسميه فينوس سايد لان هو شايل دي اوكسجينيتد بلود. بعد كده هنا اتكلمنا عن الفور فالفز اللي انا قلت لك عليها، الليفت اتريو فنتريكولار فالف اللي هو الميترال فالف وهكذا، الكلام ده انا قلته يعني، وده صباعي مالناش دعوه بيه. طيب في بقى هنا كلام حسيت ان احسن حاجه ان انا اشرحها على السلايدز دي اللي انا عاملاها، بحيث ايه هيبقى الموضوع اسهل شويه، يعني انا حبيت ارسمها بايدي عشان الموضوع يبقى اسهل. طيب انا دلوقتي شرحت لك ايه، شرحت لك الدم ازاي بيتوزع للجسم كله، وبعد كده ازاي بجمع الدم ده تاني للرئه اللي قصدي للهارت، وازاي الهارت بيحول الدي اوكسجينيتد بلاد لاكسجينيتد بلاد عن طريق مين، عن طريق الرئه. احنا بقى اناتوميكال او من الناحيه الطبيه بنقسم التوزيعه دي، بنقسمها لثلاث حاجات، حاجه اسمها سيستماتيك سيركيوليشن، وحاجه اسمها بالمونري سيركيوليشن، وحاجه اسمها بورتال سيركيوليشن. سيبك من البورتال سيركيوليشن دلوقتي، احنا دلوقتي هنتكلم عن السيستماتيك سيركيوليشن. طيب هي ايه السيستماتيك سيركيوليشن دي؟ بص يا عم حاج، بص مش انا قلت لك دلوقتي ان الليفت فينتريكل بيشيل، ليفت فينتريكل بيشيل اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد بلاد؟ لا والله ده بيشيل اوكسجينيتد بلاد لان هو هيوزعه للجسم كله. فعندنا الستارت بوينت او السيستماتيك سيركيوليشن بتبتدي منين؟ بتبتدي من الليفت فينتريكل. خلاص كده الليفت فينتريكل بياخد الدم يضخه للجسم كله عن طريق الاورتيك ارتري، ومن خلال الاورتيك فالف اللي موجود ده كده بيبتدي يوزع الدم للجسم كله. بعد كده الدم ده هيتجمع تاني عن طريق حاجه اسمها سوبيريور فينا كيفا وانفيريور فينا كيفا اللي هما كانوا تو فينز كبار كده وحلوين، يوزعهم تاني للرايت اتريوم. بعد كده الرايت اتريوم هينزل البلد ده للرايت فينتريكل عن طريق فالف موجود ترايكاسبيد فالف. لحد هنا كده دي الاند بوينت. يبقى السيستماتيك سيركيوليشن بتبتدي منين؟ بتبتدي من الليفت فينتريكل وتنتهي عند الرايت فينتريكل. خلاص كده دي السيستماتيك سيركيوليشن. سيستماتيك سيركيوليشن يعني ايه؟ يعني دي الدوره اللي بتحصل جوه القلب نفسه، ان الدم في القلب في الليفت فينتريكل اتضخ للجسم كله، بعد كده الجسم كله رجع دخل للقلب تاني، فعشان كده بنسميها سيستماتيك سيركيوليشن. بتبتدي منين؟ بتبتدي من الليفت فينتريكل وتوزع للجسم كله، وبعد كده الجسم كله ياخد البلد ده تاني يرجعه تاني للرايت اتريوم عن طريق سوبيريور فينا كيفا وانفيريور فينا كيفا، بعد كده الرايت اتريوم ينزل البلد تاني للرايت فينتريكل خلاص كده عن طريق ترايكاسبيد فالف، ونقعد بقى لحد هنا. يبقى كده سيستماتيك سيركيوليشن خلصت. نقراها بقى بتقول ايه، الليفت فينتريكل والبامب ذا اوكسجينيتد بلاد تو اول بودي باي ايه، باي اورتيك ارتري ثرو اورتيك فالف. عرفناها، قلنا ان الليفت فينتريكل هيشيل اوكسجينيتد بلاد يوزعه للجسم كله عن طريق الاورطه. بعد كده البلاد ده هعمل ايه، هيروح للسيلز فهيتحول لدي اوكسجينيتد بلاد. الدي اوكسجينيتد بلاد ده هجمعه من الجسم كله عن طريق ايه، سوبيريور فينا كيفا وانفيريور فينا كيفا. خلاص كده بعد كده السوبيريور والانفيريور دول هيعملوا ايه، هيودوا الدي اوكسجينيتد بلاد للرايت اتريوم، بعد كده الرايت اتريوم هينزل للرايت فينتريكل عن طريق الترايكاسبيد فالف. ده كده السيستماتيك سيركيوليشن خلص. بس هقول عنها نوت، النوت دي انا كاتباها فوق اهي، ان السيستماتيك سيركيوليشن بتبتدي منين، بتبتدي من الليفت فينتريكل، من الليفت فينتريكل مش من الليفت اتريوم. السيستماتيك سيركيوليشن بتبتدي من الليفت فينتريكل، يعني انا ببتدي احسب الدوره اللي بتحصل في القلب او النبضه اللي بتحصل في القلب ببتدي احسبها منين، من الانقباضه بتاعه الليفت فينتريكل مش من التفريغ بتاع الليفت اتريوم. لا، البدايه بتاعه السيستماتيك سيركيوليشن بتبقى منين، بتبقى من الليفت فينتريكل وبتنتهي عند الرايت فينتريكل، يعني بتبتدي وتنتهي من فينتريكلز. طيب عندنا بعد كده بقى البلمونري سيركيوليشن، شرحتها بالتفصيل. انا دلوقتي قلت لك في السيستماتيك سيركيوليشن انا ابتديت فين، في السيستماتيك ابتديت من الليفت فينتريكل وانتهيت عند الرايت فينتريكل. البلمونري سيركيوليشن بقى هتبتدي من الرايت فينتريكل وتنتهي عند الليفت فينتريكل، يعني عكسها بالظبط. خلاص كده، مش انا قلت لك ان الرايت اتريوم هيجمع الدي اوكسجينيتد بلاد من السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا، بعد كده هينزله للرايت فينتريكل، صح ولا مش صح؟ من بدايه الرايت فينتريكل هتبتدي البلمونري سيركيوليشن. الرايت فينتريكل هياخد الدي اوكسجينيتد بلاد
وهيوديه للبلمون او هيوديه للرئه عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها بلمونري ارتري او شريان الرئوي، وهيبقى فيه بلمونري فالف كده موجود ليه علشان الدم ما يرجعش يتزحلق تاني للقلب، فهحط فيها فالف. خلاص كده بعد كده البلمون ده او اللي هي الرئه هيحصل جاز اكستشينج، وهتاخد الاكسجينيتد بلد بعد كده هتنزله للليفت اتريوم عن طريق 4 بلمونري فينز، وبعد كده الليفت اتريوم هينزل الاكسجينيتد بلد للليفت فنتريكل عن طريق الميترال فالف. المتر هنا بالاي مش بالاي، عن طريق الميترال فالف. وهنا كده تبقى دي الاند بوينت بتاعتنا. انا عارفه ان انت بتكره كلمه اند بوينت دي، بتفكر لك بالتيتريشن، بس معلش. يبقى كده الاند بوينت خلصت. يبقى دلوقتي هتلاحظ ان البلمونري سيركيوليشن هي عكس السيستماتيك سيركيوليشن. فالسيستماتيك سيركيوليشن كنا بنبتدي بالليفت فنتركل وننتهي عند الرايت فنتركل، هنا لا، هنا احنا بنبتدي بالرايت فنتركل وننتهي عند مين؟ عند الليفت فنتركل. طيب نقرا بقى الكلام اللي مكتوب. بيقول ان الرايت فنتركل دلوقتي هيعمل بوش للدي اوكسجينيتد بلاد لمين؟ لحد اللنجز. خلاص كده عن طريق ايه؟ عن طريق بالمونري ارتري، وهيكون طبعا في بالمونري فالف عشان الدم ما يتزحلقش تاني. بعد كده الاكسجينيتد بلاد ده هيروح للليفت اتريوم عن طريق ايه؟ عن طريق 4 بالمونري فينز. خلاص كده، وهينزل للليفت فنتريكل عن طريق الميترال فالف. طيب دلوقتي بقى احنا هنخش على سيركيوليشن جديده خالص، اسمها ايه؟ اسمها بورتال سيركيوليشن. ايه بقى البورتال سيركيوليشن دي؟ ركز معايا بقى بالله عليك، وبص بقى فتح لي دماغك كده، عشان الحته دي فيها شويه كام سؤال كده يعني لوز لوز. بص، في التو سيركيوليشنز اللي فاتت دول انا كنت عماله اشرح لك عن الدم، واقول لك الدم بجمعه من الجسم وادخله، بس كنت عماله اقول لك لفظين عماله اقولهم كتير قوي، اوكسجينيتد ودي اوكسجينيتد، اوكسجينيتد ودي اوكسجينيتد، اوكسجينيتد ودي اوكسجينيتد، تترابتاتي تترابتاتو. تمام كده. في البورتر سيركيوليشن بقى لا، مش هتكلم قوي عن الاكسجينيتد، انا هتكلم عن التوكسيسيتي. يعني ايه؟ ركز معايا. مش انا دلوقتي الليفت فنتريكل ده ضخ الدم كله للجسم عن طريق الاورطه؟ تمام. الدم ده كان شايل ايه؟ كان شايل اكل وشايل ميه وشايل معادن وشايل اكسجين. طيب دلوقتي الجسم كله استفاد من الدم ده بما فيهم الجي اي تي سيستم او الجهاز الهضمي. خلاص كده، الجي اي تي سيستم ده هياخد الدم ويستفيد منه. هو مش الجي اي تي ده بياخد المعادن والغذاء والميه اللي موجودين في البلد وبعد كده بيتبقى فضلات في البلد؟ اه. طب انا عايز اخلص من الفضلات دي، عايز اخلص من التوكسيسيتي دي، هخلص منها ازاي؟ اخلص منها طبعا باقوى اورجن في الجسم كله، هو مين؟ الليفر، الكبد. فانا دلوقتي اللي انا عايز اعمله ان انا الدم ده اخده من الجي اي تي سيستم. الدم اللي هو ايه؟ اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ معلش مش عارف، مش عارف بصراحه هو اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد، انا حاسس ان انا تايه. لا فكر بالراحه كده. دلوقتي انا في دم نزل للجي اي تي، والجي اي تي دي عباره عن اورجانس وسيلز. الدم ده كان اوكسجينيتد يعني فيه اكسجين. الاعضاء دي زي السبلين، السبلين اللي هو الطحال بتاع سمان الخشاب، والبنكرياس والاستومك والديودينم والحاجات بتاعت الجي اي تي دي كلها استفادت من الدم ده واستفادت من الاكسجين ده، وبعدها طلعت كربون داي اكسيد في البلد. يبقى دلوقتي وطلعت كمان فضلات وطلعت توكسيسيتي في البلد، والبلد ده انا عايزه اوديه للليفر علشان اتخلص من التوكسيسيتي اللي موجوده دي. يبقى دلوقتي البلد اللي هيروح من الجي اي تي سيستم لحد الليفر اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ هيبقى دي اوكسجينيتد. وش اشمعنى؟ لان انا خلاص الاكسجين استفدت منه في الجي اي تي، فانا دلوقتي بجمعه وبديه تاني للليفر. تمام كده. يبقى الدم اللي هيوصل للليفر هيوصل عن طريق ايه؟ هيوصل قصدي اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ هيوصل دي اوكسجينيتد بلد. طيب هيوصل عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها بورتال فين. بورتال فين، كلمه بورتال دي معناها برضو ليفر. يعني بصوا هي في فتحه هنا كده موجوده مش فاكره اسمها ايه، الفتحه دي اسمها بورتال حاجه. تمام كده، فعشان كده اتسمى على اسمها، اسمها بورتال فين يعني وريد، وريد كبدي. تمام كده، اللي هو الوريد البابي الكبدي تقريبا، حاجه زي كده، لان هو شبه باب الباب بتاع. المهم يعني ان هو اسمه بورتال فين. البورتال فين ده يعني انا دلوقتي ما اسالك البورتال فين ده رقم واحد بيجيب الدم منين لمين؟ هتقول لي بيجيب الدم من الجي اي تي سيستم للليفر. اتنين، نوع الدم اللي شايله البورتال فين اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ لا دي اوكسجينيتد طبعا. خلاص كده، دول السؤالين اللي ممكن يجوا على البورتال فين. طيب دخلت ام الدم الدي اوكسجينيتد للليفر، والليفر قام بالواجب وشال التوكسيسيتي وشال الفضلات بتاعته وخلاص. دلوقتي عايز يوصل الدم النظيف اللي هو دلوقتي خالي، خالي ونحط تحت كلمه خالي دي 100 خط، خالي من التوكسيسيتي
يعني ايه خالي من التوكسيسيتي؟ يعني ديتوكسيفيكيشن، ديتوكسيفيكيشن يعني ديتوكسيفيكيتد بلود، بلود خالي من التوكسيسيتي، ده البلود اللي خارج من الكبد. عايزه دلوقتي اوصله للهارت، هوصله للهارت عن طريق ارتير ولا فين؟ مش عارف يا ابني، ما احنا قلنا زفت التين الاورجان اللي بوصله للهارت بوصله عن طريق فين مش عن طريق ارتري، فبالتالي الفين هستخدمه في ان انا اوصل البلد اللي هو دي اوكسجينيتد، هو لسه دي اوكسجينيتد زي ما هو، الليفر ما عملش اي حاجه غير ان هو شال التوكسيسيتي. لكن هل الليفر حط اكسجين؟ لا، اللي بيحط اكسجين دي الرئه، وناخد بالنا من الحته دي، ولو توهت دلوقتي مش مشكله هشرحها تاني ما تقلقش. لكن الليفر وظيفته ايه؟ الليفر بيشيل التوكسيسيتي لكن ما بيحطش اي اكسجين، يعني الدم اللي هيخرج من الليفر هو هو لسه دي اوكسجينيتد بلاد زي ما هو، ما فيهوش اكسجين، بس في نفس الوقت دي توكسيفيكيتد بلاد، يعني بلاد خالي من التوكسيسيتي. عايزه اوصله للهارت، اوصله عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها هيباتيك فين، وهيباتيك يعني كبد برضو. يبقى الوريد اللي هيجمع لي الدم من الجي اي تي للليفر اسمه ايه؟ بورتال فين. طيب شايل بلاد، البلاد ده وصفه ايه؟ دي اوكسجينيتد بلاد والتوكسيفيكيتد بلاد. انا بتكلم على البورتال فين، شايل ايه؟ توكسيفيكيتد بلاد، دم مسمم او دم فيه فضلات، الفضلات دي جايه من الجي اي تي سيستم. بعد كده دخلت الليفر، الليفر وظيفته عامل ايه؟ شال التوكسيسيتي دي بس، لكن ما حطش اي اكسجين ولا حاجه، فبالتالي اللي خرج من الليفر، الدم اللي خارج من الليفر هيبقى دي اوكسجينيتد بلاد زي ما هو، ما فيهوش اي اكسجين خالص، بس في نفس الوقت انا شلت منه التوكسيسيتي فبقى دي توكسيفيكيتد بلاد. خلاص كده هيروح للكارديو عن طريق ايه؟ عن طريق هيباتيك فين. طيب مش انا قلت لك في السيستماتيك سيركوليشن ان احنا عندنا لما اجي اوصل البلد للرايت اتريوم بوصله عن طريق سوبيريور فينا كيفا وانفيريور فينا كيفا، وقلت لك ان الانفيريور فينا كيفا ده بياخد البلد من تحت ويوصله للهارت. طب الكبد ده موجود فين، تحت ولا فوق؟ موجود تحت، فبالتالي الهيباتيك فين هيلتقي مع الانفيريور فينا كيفا ويوصله الدم بتاعه. الحته دي مش مهمه قوي، بس يعني المهم قوي الجزء اللي انا شرحته اللي هو نوع الدم اللي بيبقى في البورتال فين والهيباتيك فين والحاجات دي. خلاص كده يبقى نقرا الكلام اللي انا كاتباه دلوقتي. بيقول لي ايه؟ الاورتيك ارتري هيبوش البلد للجي اي تي سيستم، هيبوش البلد للجسم كله بما فيه الجي اي تي سيستم. الجي اي تي سيستم هيستغل الدم، هياخد منه المعادن وهياخد منه الميه وهياخد منه الاكسجين وهيرمي فيه الفضلات بتاعته. يبقى دلوقتي الدم اللي خارج من الجي اي تي سيستم نوعه ايه؟ رقم واحد ما فيهوش اكسجين لان انا استهلكت كل الاكسجين، فبقى دي اوكسجينيتد بلد. اتنين في توكسيسيتي فهيبقى توكسيفيكيتد بلد. طيب عايزه اوصله للليفر، هوصله عن طريق حاجه اسمها بورتال فين، ده الوريد اللي هيوصل لي البلد من الجي اي تي للليفر. الليفر هيشيل التوكسيسيتي، هيعمل دي توكسيفيكيشن، وهتلاقيني كاتباها باللون الاحمر اهو، هيعمل دي توكسيفيكيشن وما تركزش في صباعي يهبل، هيعمل دي توكسيفيكيشن للبلد ويشيل التوكسيسيتي بتاعته. خلاص كده، وبعد كده هيخرج البلد ده لمين؟ للليفر. طيب البلد اللي خارج من الليفر نوعه ايه؟ دي اوكسجينيتد زي ما هو، ما فيهوش اي اكسجين، الليفر ما عملش اي حاجه ليها علاقه بالاكسجين خالص، بس شال التوكسيسيتي فبقى دي توكسيفيكيتد بلد. وهيوصله للهارت عن طريق ايه؟ عن طريق الهيباتيك فين اللي هو موجود فوق ده. خلاص كده، وبعد كده الهيباتيك فين هيلتقي مع الانفيريور فينا كيفا ويديله الدم بتاعه عشان يوصله للرايت اتريوم. طيب وهنا شويه نوتس على الحته دي، ان البورتال فين، البورتال فين ده كان ايه الفين ده؟ ده اللي كان بيوصل البلد من الجي اي تي للليفر، شايل ايه؟ شايل دي اوكسجينيتد بلد والتوكسيفيكيتد بلد، بلد مسمم او فيه توكسيك او فيه فضلات او فيه اي حاجه، المهم ان هو مش نظيف، ملوث. خلاص كده، اما الهيباتيك فين شايل دي اوكسجينيتد بلد، والحته دي وش جاي في الامتحان، شايل دي اوكسجينيتد بلد يعني شايل دم ما فيهوش اكسجين، بس في نفس الوقت دي توكسيفيكيتد بلد يعني برده ما فيهوش سموم. خلاص كده، طيب البورتال سيركوليشن بقى بتبتدي منين وبتنتهي فين؟ بتبتدي وتنتهي بالفينز، بتبتدي بالبورتال فين وبتنتهي بالهيباتيك فين. طيب السيستماتيك سيركوليشن كانت بتبتدي بالليفت فنتريكل وتنتهي بالرايت فنتريكل. طيب البلمونري كانت العكس، بتبتدي من الرايت فنتريكل وتنتهي في الليفت ايه؟ الليفت فنتريكل. يبقى احنا كده خلصنا دلوقتي التلات سيركوليشنز اللي احنا اتكلمنا عنها، السيستماتيك سيركوليشن والبلمونري سيركوليشن والبورتال سيركوليشن. لو انت فهمت الجزء اللي فات ده فالمحاضره تعتبر خلصت، احنا هنتكلم هنا في شويه كلام بسيط يعني. طيب دي اخر سلايد موجوده وتبقى المحاضره خلصت الحمد لله. هي عباره عن ايه؟ بيقول لك ان الهارت هاز تو ممبرينز. بصوا يا شباب الاورجنز المهمه قوي ساعات بلفها في ممبرين،
يعني انا مثلا الجي اي تي سيستم ده انا لفاه كده حطاه في ممبرين. الممبرين ده اسمه ايه؟ اسمه بريتونيوم ممبرين، يعني الغشاء البريتوني اسمه بريتونيوم. خلاص كده البلمونري او البلمون اللي هي الرئه انا برضو حطاها في غشاء. الغشاء ده اسمه ايه؟ اسمه ايه كان اسمه؟ بلورا او بلورا، كان اسمه بلورا تقريبا، حاجه زي كده. المهم ان هو مش مهم يعني نعرفه، المهم ان احنا نعرف نوع الممبرينز اللي موجوده في الهارت. الهارت فيه تو ممبرينز. مين هم الممبرينز دول؟ حاجه اسمها فايبرس بيريكارديال ممبرين والسيريس بيريكارديوم ممبرين. اهم كلمه عندي كلمه بيريكارديال. يعني ايه بيريكارديال؟ كلمه بيري يعني حول. خلاص كده. فاكرين في اسمها دي الترمينولوجي الترم اللي فات لما كنا بنقول بيريناتال؟ بيريناتال يعني حوالين الولاده، الفتره اللي هي حوالين الولاده وكده. هي نفس الفكره، بيريكارديال يعني حوالين الهارت. حوالين الهارت ده عندي اتنين ممبرينز، فايبرس ممبرين والسيريس بيريكارديوم. يعني ممبرين سيريس يعني عباره عن حلقات. خلاص كده، كذا حلقه كده او كذا طبقه مع بعض. يعني هي الحته بتتحفظ، يعني مش محتاجه شرح خالص، هي حته بتتحفظ. يعني انت تحفظ ان الهارت عنده اتنين ممبرينز، فايبرس بريكارديال ممبرين وسيريس بريكارديال ممبرين. طيب المقارنه دي الدكتور نبهت عليها كتير جدا وقالت انها مهمه وهيجي منها اسئله في الامتحان، فنركز بالله عليكم. وفي كمان حاجه انا نسيت اكتبها في الورقه دي فهقولها لكم بحيث تبقوا عارفينها. طيب هي المقارنه دي او الجدول ده عباره عن ايه؟ عباره عن مقارنه بين الفينز وبين الارتري. طيب نشوف بقى الفرق بينهم. بصي يا عم الحاج، الفينز قلت لك وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتشيل الدي اوكسجينيتد بلاد من الهارت، معلش من الجسم كله، وتوديه للهارت. يبقى وظيفه الفينز ايه؟ بتجمع لي الدم من الجسم كله وتوديه للهارت. يبقى الفانكشن، انا بتكلم في ثاني واحده، انا دلوقتي سبت التايب اوف بلاد، انا بتكلم في ثاني واحده اللي هي الفانكشن. الفانكشنال بتاعه الفينز وظيفتها ايه؟ carry blood from A to A from periphery، periphery يعني الجسم او الاطراف بتاعه الجسم كلها، للهارت. طب الارتري؟ لا، من الهارت للبريفري، ودي على كل الارتريز وعلى كل الفينز، مفيش اي اكسبشنز. طيب التايب اوف بلاد بقى، الفينز كانت بتشيل البلاد من الجسم كله وتوديه للهارت، فبالتالي كانت بتشيل الدي اوكسجينيتد بلاد، قلنا ما عدا اكسبشن واحد كانت الايه؟ كانت البلمونري فينز او الاربع اورده اللي كانوا خارجين من البلمون ورايحين للليفت اتريوم علشان يدوها الاكسجينيتد بلاد. الفور بلمونري فينز دول كانوا شايلين اكسجينيتد بلاد. طيب الارتري نفس الفكره، الارتري كله بيشيل اكسجينيتد بلاد من الهارت للجسم كله، ما عدا اكسبشن واحد بس، كان البلمونري ارتري ده اللي كان شايل الدي اكسجينيتد بلاد من الرايت فينتريكل لحد البلمون. تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا اول اتنين، التايب اوف بلاد والفانكشن. طيب نركز بقى في الاربع حتت اللي جايين دول. الفينز او الاورده بيبقى عندها حاجه اسمها هاي ليومن، ودي المعلومه اللي انا نسيتها، معلش بقى ايه اكتبوها عشان انا نسيت اكتبها، وهبقى اكتبها لكم حتى في الديسكربشن بوكس تحت. هاي ليومن يعني ايه؟ او وايد ليومن يعني تجويف واسع. يعني الفينز لو جيت مسكت ارتري وفين هلاقي ان الفين اوسع من الارتري. تمام كده، الفين نفسه الليومن بتاعه او التجويف بتاعه اوسع من التجويف بتاع الارتري، فبالتالي الضغط في الفين هيبقى اكبر ولا اقل؟ بالمنطق لو انا عندي شارع، الشارع ده واسع وعندي شارع تاني ضيق، مين اللي هيبقى فيه ضغط اكتر؟ الشارع الضيق. الشارع الضيق هو اللي هيبقى فيه ضغط اكتر، فبالتالي الارتري عنده هاي بريشر او عنده ضغط عالي، لكن الفين عنده لو بريشر. ليه عنده لو بريشر؟ عنده لو بريشر لان هو واسع، عنده هاي ليومن. هاي ليومن يعني تجويف عالي، تجويف واسع، او وايد ليومن يعني تجويف واسع او اوسع يعني من الارتري، فبالتالي البريشر بتاعه اقل من البريشر بتاع الارتري. جميل. طيب في حاجه كمان عايز اقولها، انا قلت لك الفينز وظيفتها ايه؟ معلش عشان انا بنسى، بتجمع لي الدم من الجسم كله وتوصل لي لفين؟ للقلب. طيب هو القلب ده موجود في النص اللي فوق ولا النص اللي تحت؟ القلب موجود في النص اللي تحت، وبالتالي اغلب الاعضاء بتاعه الجسم اللي انا هوصل لها الدم موجوده تحت، فبالتالي انا لما اجي اجمع البلد هجمعه من تحت، ومن يعني هجمع البلد من الجسم من تحت وهوديه للايه؟ وهوديه لفوق، هوديه للقلب. طب هو مش انا كده ماشي عكس الجاذبيه؟ انا بسحب الدم من تحت لفوق، بسحبه من الاطراف من تحت واوديه لفوق، يبقى انا كده ماشيه مع ولا عكس الجاذبيه؟ ماشيه عكس الجاذبيه. فبالتالي لازم احط ايه؟ احط فالفز او احط صمامات. لو تفتكر في الصمامات لما قلت لك كانت وظيفتها ان انا ايه؟ ما ارجعش الدم لتحت، علشان كده الفينز بيكون فيها فالفز. تمام كده، ليه؟ لان انا بسحب الدم من الاطراف من تحت وبوديها لفوق للهارت،
فبالتالي لازم يبقى عندي فولفز. طيب الارتري ما عنديش فولفز، هتقولي الله عمال الاورتك فولف ده كان ايه والبلمونري فولف ده كان ايه، هقول لك دول اكسبشنز، دول اكسبشنز. لكن الارتريز عامه، لان الارتريز بتاخد البلد من الهارت وتنزله لتحت، تنزله للجسم من تحت، فبالتالي النزله اللي من تحت دي انا ماشيه مع الجاذبيه، فمفيش داعي ان انا احط فولفز. فانا عندي هنا الارتريز اغلبهم ما فيهمش فولفز ما عدا الاكسبشن بتاع الاورتك فولف والبلمونري فولف، دول لان الارتريز اللي فوق. تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا اخر اتنين اللي هي البلاد بريشر والفولفز. طيب عندنا بعد كده الوول ثيكنس والبوليسيشن. بص الارتري فيه هاي بريشر، يعني ضغط عالي، يعني كميه الدم اللي بتخبط في جدار الشريان كتيره، كميه الدم اللي بتخبط، مش الكميه لا القوه، معلش انا اسفه مش الكميه، القوه بتاعه الضغط بتاعه الدم على جدار الشريان بتبقى كبيره، فبنحس ببلسيشن. بلسيشن يعني بنحس بنبضه. لو جيت انت تحط ايدك صباعك على ايه، على ايدك كده من بدايه ايدك او على اي شريان، هتحس بايه، ببلسيشن قوي. ده نتيجه الضغط بتاع الدم اللي على جدار الشريان. ليه؟ لسببين. السبب الاول ان الارتري زي ما قلت لك هو اصلا ضيق، يعني عنده نارو ليومن، نارو ليومن يعني التجويف نفسه ضيق، فبالتالي ضغط الدم بيبقى اقوى، فبالتالي بحس ببلسيشن او بحس بنبضه كده. لكن الفينز انا قلت لك اليومن، وانا بتكي على كلمه اليومن دي 50 مره، اليومن نفسه هو اللي واسع وايد اليومن، فبالتالي ما بحسش ببلسيشن لان الضغط مش قوي. يبقى احنا كده خلصنا حته الايه، حته البلسيشن وحته اليومن. طيب السبب الثاني ان الارتري محاطه بثيك ماسكولر وول ثيكنس، يعني محاطه بثيك ماسكولر وول، يعني ايه، الجدار بتاع الارتري ماسكولر، يعني عباره عن ماسلز. ليه؟ لان هو هيضخ الدم من القلب للجسم كله، تمام، فانا محتاجه ان الجدار بتاعه يبقى تقيل وسميك كده، فالجدار نفسه سميك. اما الفينز الجدار بتاعها نارو. يبقى تاني عشان الحته دي ما نتلخبطش، الفينز لما اجي اسالك عن الوول سيكنس تقول لي نارو، يعني الوول سيكنس بتاعتها ضيقه، الوول سيكنس يعني السمك بتاع الفين نفسه ضيق، لكن التجويف بتاع الفين اليومن بتاع الفين واسع وايد، خلاص كده. والعكس في الايه، في الارتري، الارتري اليومن بتاعه ضيق، فالضغط بتاعه عالي هاي بريشر، فالهاي بريشر ده بيضغط على الوول بتاع الارتري بيعمل لي بلسيشن. والسبب التاني في البلسيشن برضو ان الجدار نفسه ماسكولر وثيك، فبيبقى بيشكل ضغط برضو، فبيعمل لي ايه، بيعمل لي بلسيشن. وكده يبقى احنا خلصنا المحاضره، واستودعكم الله واشوفكم ان شاء الله في محاضره الليمفاتيك سيستم.